سلاح فتاك كشفت عنه كتائب المقاومة حماس في معركة طوفان الأقصى، يدمر دبابات الاحتلال التي تقدر كلفة الواحدة منها ملايين الدولارات على تخوم غزة، وبواسطة مضادات دروع صناعتها يدوية كتائب القسام تدمر أرتال دبابات مجنزرة صنفها الاحتلال بأنها من بين الأفضل في العالم. انتهى بعضها بواسطة قداحة كلفتها أقل من شيكل واحد. رغم الحصار ورغم الإمكانيات الضيقة، ما زال أفراد المقاومة الفلسطينية يحققون إنجازات عظيمة أذهلت العالم. كتائب القسام أظهرت مؤخراً قدرة مقاتليها بتحديد الهدف وتصويبه دون خوف من مسافة تصل إلى صفر باتجاه دبابات مزودة بأنظمة استشعار وتراقب كل من حولها. عساكر الجيش الصهيوني فزعوا باكين لهول ما رأوا من قذائف الياسين التي قتلت أعداداً مهولة منهم. هذه القذائف دبت الرعب في قلوبهم قبل دباباتهم، فلولا خوفهم ما رأينا هذا النصر الأولي المحقق بتدمير أكثر من 20 دبابة من طراز ميركافا المهزومة. والرسالة اليوم هي: من يجرؤ من قوات الاحتلال بالتقدم برا إلى غزة كي يلقى حتفه المنتظر؟